هل تتوقع نهائي مقرر عن مثل نهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد في النهاية؟ الأهلي أيضا لديه مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي. À mon avis, oui. Je pense que dès بالتأكيد que هذا ممكن vous أن attendez les يحدث. finales, الوداد الآن في نصف les quatre النهائي. équipes ont une chance de gagner parce que الأربع فرق في نصف النهائي لديها حظوظ متساوية في التأهل. نعم، سان داونز كما قلت على الورق هو الأفضل، ولكن حينما تبدأ يطلق الحكم صفارة 90 دقيقة تتساوى الحظوظ، الحالة الذهنية في ذلك اليوم، التركيز في ذلك اليوم، الحالة الفنية في ذلك اليوم والقدرة على تنفيذ ما يطلب المدرب من اللاعبين هي التي سوف تحكم من يتأهل ومن لا. نعم، مباراتنا صعبة أمام سان داونز، وقلت للاعبين فلنكن واقعين، نحن لدينا مباراة صعبة ولكن هناك تفاصيل صغيرة يمكن أن نلعب عليها.